اللي جاب الاوفنسيف ريباوند هو جاد خليل. بيعمل البيك. هيدي هي بيلعب البيك اند رول برا. وهيك جفشا اند وان عن الارك. اند وان عن الارك لهيك جفشا. قلت لكم يلي ممكن يعمل فرق كبير على البوزيشن فور. وعم ياخذ الخطا. شوف الاعاده الخطا واضح اصلا واضح الفاول. بسرقه الكرات. ثلاثة بون جاردية على أرض الملعب من المدرب جاد الحاج. خطة دفاعية بصانعي الألعاب. وهاي لا 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 يا هايكا جوكشا. هايكا جوكشا عم يسجل عن الأرض. هيدي نقطة السابعة. هيدي تاني 3 بونتس لإله بالمباراة وتحديدا بالكوارتر الثالث. ومنتخب الأرز عم ينتفض. 21 نقطة تقدم للبنان على حساب المنتخب الجزائري. يعني كومبينيشن على مزر جاد خليل رائع جدا بالفعل رائع جدا. هايك جوكشا يا هايك هايك جوكشا شو عم يعمل اليوم.